الرحيم الله نور السماوات والأرض. لو كان بديتي بفصل آية ما مذكر شي لفظ الجلالة أو لا ممكن أنك تبدأ باستعادة، ولكن هنا كاين لفظ الجلالة، فهمتيني؟ يا الله ما شاء الله عليك، تبارك الله على قراءة جيدة ممتازة جدا. شكرا أستاذة، وهذا الذي نطمح ونصب إليه، توجيهات نيرة وإرشادات نيرة. المشارك موالي مصطفى الغزاوي، فتتفضل سي مصطفى.